استاذ. اهلا. المعطيات ديال اليوم حنايا بسطنا اليوم اللي هو 20 شتنبير 2022 في المحاكمة ديال حامي الدين عبد العالي عضو القيادة ديال حزب العدالة والتنمية اللي كيتابع بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المساهمة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. القضية ديال الشهيد أيت الجيد محمد الملقب بن عيسى الذي كان آنذاك طالب في اتحاد الوطني طلبة المغرب فصيل ديال الطلبة القاعدين. هذه الجريمة هذه اللي بيناها وبينا المسار ديالها في الدفاع ديال الطرف المدني، الطرف المدني يعني ذوي حقوق الهالك الشهيد أيت الجيد بن عيسى. بينا التاريخ ديال هذا الملف هذا، معطيات كاملة من الأول كيفاش وقعت الواقعة من 25/2/1993 و وصلنا لجميع المراحل ديال التقاضي والملفات اللي والاشخاص الذين حكموا في هذه القضيه الى ان وصلنا الى حامي الدين الذي استعصي في وقت ما ان يلج اسمه الى محاضر الشرطه القضائيه وانه اتبع بالجريمه التي ارتكبها وان الملف الاولاني هذاك ملف تم التعامل فيه بنوع من الاستهتار بحياة الشهيد أيت الجيد بن عيسى. وهذيك المحاضر اللي تصوبات انا كنطعن فيها وكنطعن حتى في المصداقية ديال كيفاش دارت، لانه تلك التصريحات التي نسبت الى حامي الدين في تلك الفترة هي لا يمكن ان تكون من عنديته ابدا. وانا شرحتو الان وبينت كيفاش انه هذيك سنوات الرصاص، هاد الناس هادو كيتعتبروا جزء من سنوات الرصاص. نعم. شنو هو الجديد اليوم؟ الجديد حنايا تنبينو الموضوع. سابقا كنا تنهضروا فقط غير على الشكل، حيت الدفاع ديال المتهم سابقا دار دفعات شكليه، جاونا على الشكل. شنو هي الشكل؟ سبق البات، عدم قبول المتابعه، الطعونات على مستوى الشهيد الى اخره، حنا جاوبنا عليها. الان دخلنا في الموضوع، دخلنا كيفاش انه هاد الناس هادو داروا الترصد والاصرار من قبل ما توقع الجريمه. حنا غاديين معاها، وقفنا في الواقعة ديال القتل ديال الهجوم هاد ال 20 او 30 شخص على الطاكسي التي كانت تقل بن عيسى والخمار، ووقفنا عنده وبينا العناصر الواقعية، وبينا كذلك انه هاد الوقائع هذه اللي كيتحاكم بها حامي الدين حاليا ماشي هي بتاتا اللي تحاكم بها سابقا في 93 و94. بينا بالتفاصيل الدقيقة. يعني الجديد هو اننا تناقشوا الان يعني ما يسمى بالموضوع في القانون، كاين الشكل وكاين الموضوع. يعني دخلنا كناقشوا وسائل الاثبات. شنو هي وسائل الاثبات في الجريمه هذه؟ وتنكر جبنا الشهيد، والشهيد ادى اليمين، وجبنا الشهاده ديالو في جميع المراحل، وهذه الشهاده ديالو محصنه. باش محصنه؟ بقرار ديال محكمه النقد. الجديد هو انه رد لنا بقرار ديال محكمة النقد في الملف ديال الأربعة الزملاء ديالو اللي تحكموا قبل منه، واللي محكمة النقد حصنات الشهادة ديال الشهيد هذا المناضل هذا الفد اللي هو الخمار الحديوي، حصنتها وقالت الشهادة ديالو تأدت باليمين القانونية، ما يمكنش تقارنها بالتصريح ديالو عند الشرطة القضائية، حصنتها. إذن هذه الشهادة هذه كذلك باش تعزات، قلنا بالتقرير الطبي اللي في هذه محكمة النقد قالت اودي كاين التقرير الطبي، ثم كاين الصور الفوتوغرافية. قلنا بانه هذه ماشي حنا اللي درناها، ماشي شي واحد، حتى الضابطة القضائية صوراته، يعني الراس ديالو مشخشخ. إذا الصور الفوتوغرافية هي وثائق كذلك عندها حجية ديالها، لأن ذات الضابطة القضائية في إطار عملها المباشر عاود شهادة ديال السائق
هذاك السائق اللي هو جا شهد وقال بانه الديره جمعنا واحد العدد كبير ديال الناس وخرجوا دوك الناس اللي معايا خرجوهم فين الشارع اللي قدام كوكاكولا في في دار المهراز. اذا هذه الوقائع هذه اللي هي اصبحت محصنه كذلك تختلف عما سبق المحاكمه ديالو، وهذه التفاصيل هذه كلها الزملاء ديالي في الدفاع الطرف المدني كل واحد تناول من جانب وبينا كذلك بانه هذه الجريمه هذه غير عاديه تدخل في اطار القتل المقدس. هاد الناس هادو مجرمين ارهابيين داروا اغتيال ديال واحد الشخص ما تيحملوش لانه عندهم خلاف عقدي ولا فكري معاه، ماشي ديك الجرائم العاديه ديال القتل اللي تيكون بينك وبين شي واحد شي حساب ولا شي تلاقى معاه وخفتي منه وتلاقاك بغى ودابس انت ويا، لا هادو كيخططوا ما عندي معاه حتى شي حساب نهائيا، كتدخل في جرائم الارهاب. ولكن لحسن الحظ ديالهم انه هاد الافعال هادي تقع في زمن لم يدخل فيه قانون الارهاب حيز التطبيق. استاذ شنو ستتوقع من بعد الكلام؟ شنو ستتوقع تكون في المحاكمه ان شاء الله الجايه؟ واش كيف ما قال الاستاذ دابا حامد الدين انا غتكون صريحه؟ هو يقول اللي بغى، حنايا نثقوا في انتم واقيلا واش حضرتوا ولا ما حضرتوش داخل المحاكمه؟ ما حضرناش. ديروا طلب باش تحضروا المره الجايه باش تعرفوا شنو تيوقع. لان التصريحات ديالو هو قال لك خلال هو غادي يقول اللي بغى، انه خارج مرتاح وانه غادي يكون الحكم لصالحه. لو دخلتي اليوم انت تمايا كخرجتي كتقولي هذا مدان، انا ما غنقولش هذا الشيء هذا غير انا تنصبر حيت انا خارج من مع الدروج وتيقولوا لي بعض الناس اللي حاضرين هذا خطير هذا بشيع هذا بشيع. ولكن انا كمحامي كنقول بان لدي ثقه في المحكمه ان تحكم باستقلاليه وبنزاهه وبشجاعه، وكنتمنى انها الدين هذا الشخص هذا الادانه ديال القتل العمد مع سابق الاصرار والترصد وبهذا الشكل بالبشاعه اللي شرحها حتى الوسيد وكيل عفو المرافعه ديالو، قال هاد البشاعه هذه اللي هما مجموعه ديال البشر اللي جاوا بالهروات والسلاسل وخرجوا الناس من الطاكسي هرسوا الزاج وخرجوا من الطاكسي شوف الوحشيه والحيوانيه وجابوهم وضربوهم وعذبوهم وحتى يعني حتى اصبحوا منهكين جسديا وكيطيحوا وتيخيروهم ما هي الطريقه التي تختارونها للموت، هل سترجمون ام تذبحون ام ما هي الطريقه؟ هذه البشاعه، هذا بلاد مراه يموت قبل ما يقتلوه بجوج بهم وفي الاخر انه واحد ضربوه بحجره اغميه عليه كيصعبوه مات، والاخر وابن عيسى حامي الدين شد رجلو وحطها في النص في العنق ديال 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 الشهيد والنص في الراس باش يشدو مزيان باش ما يبقاش يتحرك باش يخلي الزملاء ديالو انهم يطيحوا ديك الحجر ديال الطرطوار فوق الراس ديالو، مادام انه حط رجلو تمايا بشهاده الحديوي الخمار اللي قلت لكم الشهاده محصنه ماشي غير بوحديته محصنه بمجموعه من 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 يعني من القواعد القانونيه ومن شهود ومحاضر ديال الشرطه. اذا هذيك النيه اللي ظهرات في الواقعه ديال وضع رجليه وفي رمضان هو صايم، علاش قلت لكم انا بين البشاعه ديالهم ديال القتله هادو البشيعين وهما صايمين في الوقت اللي الناس في الصيام خصو يكونوا رحماء ويكونوا تيمشيو يغسلوا الذنوب اللي داروا، يرتكبون جرائم مقدسه عندهم ارتكبوها بواحد البشاعه، راه شي تقال هنا تقال اكثر خدينا وقتنا. انا حسبوا لي الزملاء درت ساعتين الا 10 دقائق وما كملتش غير لان خصني نعطي الكلمه كذلك للزملاء الاخرين، بقى بزاف ديال الاشياء، بمعنى انه الا قال لكم حامد خارج مرتاح فله الحق ان يخرج مرتاحا من حقه، ولكن حتى انا راني مرتاح ومطمئن وقلت اودي
الحمد لله انه فرحنا فاش قاضي التحقيق دار المتابعه، فرحنا اعتبرنا بانه هناك اكسجين جديد ضخ في سماء بلدنا. اللي في الوقت واحد الوقت فاش كان وزير العدل الرميد وزير يعني كان رئيس النيابه العامه يعني كان وكان ودير الزوجه ديال حميد الدين في الديوان ديالو باش تحمي راجلها خدامين يعني هما استغلوا الاجواء اللي تستعملوا فيها من طرف الدوله في سنوات الرصاص الاغتيال. وقلت انا ديك سنوات الرصاص هادو الناس هادو كانوا مسدسات وكانوا مكحلات وكانوا وسائد القتل اللي كتعمر فيها الرصاص. ترى جزء من بجزء من البشاعه يجب ان نتخلص منهم جميعا. 15/11 يعني المحكمة عطات الدفاع المتهم عطات الدفاع المتهم مهلة باش يمشيو يهيئوا الدفاع ديالهم عاوتاني بناء على المرافعات القيمة والوقائع المهمة وباش يجاوبوا علينا وعلى المرافعة ديال السيد الوكيل العام كذلك التي كانت معززة باجتهادات من 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 القضاء المصري كذلك اللي هو جاب جديد واعتمد على مجموعه من الاجتهادات اللي عزات المرافعه ديالو وعزات حتى داكشي اللي كنا كنقولوا حنايا في اطار التركيز على الاركان الواقعيه للجريمه ديال 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 القتل والاركان القانونيه كذلك. شكرا جزيلا.